صباح الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم حاضرين معنا مشاهدينا أصدقائنا. اليوم الشبيبة عم بيقودوا الخدمة كلها، يعني الشبيبة عم بيقودوا التسبيح، الشبيبة عم يوعظوا، الشبيبة عم يستقبلوا، الشبيبة معنا. وبدي أطلب منكم ترنموا وتسبحوا بروح الشبيبة. فخلينا نوقف كلنا مع بعض وكنا ببيوتنا وين ما كنا بروح الشبيبة نسبح ونهتف ونرنم ونعبد إلهنا الحاضر معنا في هذا الصباح. Yeah.
أعطي المعي قدرة لعظيم القوة شدة موتي الأغاني في الليالي موتي الأغاني في الليالي فلا أقول فلا أقول إلا فرحا ¡Suscríbete al canal!
يسوع هللويا بتطلعوا بعد زقف إلهنا امين امين. هنكون عم نرنم ترنيمه يمكن البعض منكم ما بيعرفها او اذا بتعرفوها رنموها معنا اكيد، بس نحن وعم نرنم احنا حنكون هيدي الترنيمه هيك بالانجليزي هي للشبيبه يعني بنعملها وحلوه كتير، بس انا بحمسكم وبشجعكم انه نكون عم نزقف مع بعض مثل ما هلا. اوكي يلا let everything come on. That is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. That is breath. That is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sore. Praise is the water, my enemies shouting. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I'm feeling, I praise. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul.
that has breath, that has breath. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on. Woo. I mean, بيطلع له سقف كبير. أي نفس فينا، أي حياة فينا تعبد يسوع، تعشق يسوع. أمين. خلينا نصلي مع بعضنا البعض، نقول له نشكرك يا رب على مراحمك الكبيرة لكل واحد فينا، على النفس والحياة اللي بتعطينا إياها يا رب. نشكرك، نحمد اسمك من كل قلوبنا يا رب. أنت الملك، أنت السيد. نحن عم نرنم ونسبح من كل قلوبنا، عم نزقف يا رب، عم نهلل، عم ننط من مكاننا بسببك، بسبب محبتك، بسبب رحمتك، بسبب خلاصك ونعمتك يا رب لكل واحد فينا. شكرا 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 يا رب. من كل قلوبنا يا رب نحمد اسمك، من كل قلوبنا يا رب. نعم، هلا بنجي لعندك، نحن عطشانين يا رب لهيك نرتوي منك يا رب، نرتوي من محبتك، نرتوي اكثر من يا رب نعمتك، نرتوي من شخصك القدوس، نتعلم ننمو ونكبر يا رب ونعرفك اكثر واكثر. ان كنا كشبيبة كصغار ككبار، اي عمر كنا، نحن منكرس حياتنا لك يا رب، لانك انت مستحق، انت مستحق انه نعبدك، مستحق انه نعطيك كل شيء يا رب. بارك كل شخص موجود قدامك يا رب، بارك كل حدا، خلينا نعبدك من كل قلوبنا. لك كل المجد، لك كل الحمد. امين. كما يشتاق الإيل لجداول المياه، هكذا أتوق لك يا رب. أنت الإله القادر، أنت واهب الحياة، أحمدك الشعوب يا الله. كما يشتاق الإيل لجداول المياه، هكذا أتوق لك يا رب. أنت الإله القادر، أنت واهب الحياة، تحمدك الشعوب يا الله. كل ما في باطني يبارك اسمك، كل ما في داخلي يهتف، كل ما في باطني يبارك اسمك، كل ما في داخلي يهتف. Yes, oh, hold me, oh.
هللويا. زقفة كثير كبيرة لفريق التسبيح. تفضلوا عدوا، خذوا أماكنكم، تفضلوا. بنشكر الرب من أجل هالفريق. وهلأ حين الوقت مثل ما وعدتكم، كمان الشبيبة هن رح يكونوا عم بيقدموا رسالة الحياة. فبدي أشكر الرب من أجل كارن. كارن مغبغب هي رح تقدم رسالة الحياة لنا اليوم. أهلا لكارن، خدام بهالكنيسة، مؤمنين. وكارن عطيت حياتها ليسوع هي وصغيرة، وعيشت كل حياتها بخدمة الرب. يعني بعدها صبية كتير، عمرها بأول العشرينات، 23، وهي عم تنهي الماجستير تبعها بعلوم الحياة الجزئية. وأنا بنخبرتي بعرف، لأني علمتها علم التفسير، فيكن تسموها نص لاهوتية، عشوائي رح تصير راعية بكل معنى الكلمة. فتفضل يا كارن، بنعطيها زقفة بعد، رح تكون عم بتقدم رسالة الحياة لنا، ونصلي إنه ربي يبارك هالكلمة. Thank you أسيس، مقدمة خجلتني. أول شيء صباح الخير لكل الموجودين هون، صباح الخير للي عم بيشاهدونا على شاشة 7 أو على منصات المواقع التواصل الاجتماعي، واللي عم يسمعنا كمان على بي لايت. فقبل ما بلش حابة أشكر أسيس حكمت، شكرا عن جد على تفويضك لنا، يعني كل الأعمار من الصغير للكبير، إن كان صبايا أو شباب، فشكرا عم تترك لنا هيك مساحة وفرصة إنه نشهد عن المسيح بكنيستنا. فقبل ما نبلش خلونا هيك نحن رؤوسنا بالصلاة مع بعض ونقول: يا إلهنا الحبيب، اليوم نجي أمامك بقلوب متواضعة يا رب، بقلوب عطشانة لكلمتك. يا روح الله تعال وارشدنا، تكلم لنا، حرك قلوبنا. بصلي يا رب إنه كلمتك تخترق أعماقنا، بصلي إنه شخصك يتمجد بوسط اجتماعاتنا اليوم. يا رب صلي إنك تعطي نعمة ورسالة للسامعين، باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. فاليوم رح أحكي عن موضوع بشكل صراع عند كل الناس بحيالة مرحلة من حياتهم، اللي هو صراع الهوية. ففي كتير جوانب للهوية، ولكن اليوم رح نكون عم نركز على هويتنا الأسمى، هويتنا بالمسيح. فشو بيصير إذا فقدنا هيدي الهوية، وشو فينا نعمل؟ فحابة شارك معكم قصة من الواقع، صارت بالحقيقة بلبنان بوقت الحرب، قصة شباب. رح كون أنا عم خبر القصة كأن أنا هيدا الشاب اللي عم بخبر شو صار معه بهيدا الوقت. بسبب الحرب بهيداك الوقت اضطريت أنا وخيي لنترك بيتنا، كل شي منملكه، ونروح على ضيعة صغيرة وبعيدة. كنت عيش مع خيي ببيت صغير، نشتغل يومياً عند عيلة، من عيل الأرض، بنفلح بالأرض، بنزرع بآلاتنا البسيطة، بنهتم بالمواشي. كانت الأرض مصدر رزقنا، وكان أملنا الوحيد بالحياة لحياة أفضل نحن وللعائلة. فالحرب ما تركت لنا شيء، حتى أنه حرقت دائرة النفوس اللي نحن كنا مسجلين فيها. فراحوا كل أوراقنا الثبوتية، هويتنا يعني، أنا وأمي وخيي. فما قدرنا أنه نطلع غيرها بوقتها. شو بدنا نعمل؟ ما عنا حدا. فلقينا حالنا بدل ما عم نشتغل لنكسب رزقنا، صرنا عم نحاول جاهدين لإثبات هويتنا. شو رح نعمل؟ لا قرايب ولا حدا. كيف رح نكمل حياتنا بلا هوية؟ صرنا بلا هوية، بلا اسم ولا شخصية، حسين بالضياع، ما عنا انتماء لولا محل، بلا وطن، بلا دين، ولا عائلة. مين نحن من بعد اليوم؟ صارت الأفكار تخدني وتجيبني، كيف رح كفي حياتي أنا موجود ومش موجود؟ مين أنا؟ كيف بدي أثبت وجودي؟ كيف بدي أسس حياتي وابني مستقبلي؟ القصة ما خلصت هون، بس أنا رح وقف هلأ هون، رح نرجع نكفي القصة بالآخر ونشوف شو صار معهم هو للشباب أو هيدا الشاب. شباب خسروا حرفياً هوياتهم، انشلت حياتهم، لأن بلا هوية صاروا، منهم حدا، موجودين بس مش موجودين. فكنت عم فكر إنه أف كمان بالعهد القديم شعب الله كان بصراع مع هويته. في بفترة معينة يمكن كمان فقد هويته. فرح جرب باختصار خبركم هيك القصة باختصار. من بعد ما الملك داود جمع الشعب بمملكة واحدة،
الشعب والملوك سقطوا وانحازوا عن الطريق، فوتوا عبادات وثنية إلى آخره، فانقسمت المملكة إلى مملكة شمالية ومملكة جنوبية. المملكة الجنوبية عاصمتها أورشليم، والمملكة الشمالية عاصمتها السامرة. من بعد ما قطع 20 ملك على المملكتين، منشوف إنه بالمملكة الشمالية ولا ملك كان صالح. 0 out of 20، 0 من 20. فوقعوا تحت سبي مملكة أشور وما كان في للأمر رجعة. بينما المملكة الجنوبية كان في 8 ملوك من أصل 20 ملك صالحين. بعدين وقعوا تحت سبي بابل، وبابل دمرت أورشليم، دمرت الهيكل. وبهالفترة حسب نبوة حزقيال بيقول ومجد الله ذهب مجد الله ليس حاضر. فكأن انهاء علاقته الخاصة بشعبه. كانت فترة من الضياع لهيدا الشعب. هويتهم كانت مغبشة، انمزجت، تلوثت بهويات أخرى حواليهم، بالشعوب اللي حواليهم. وبعد سنين طويلة، القصة ما بتخلص هون، الله بده يسترد هوية شعبه. فنبه الرب روح ملوك فارس، والملوك بيدعوا شعب الله يرجعوا على أورشليم مع زروبابل، عزرا، نحميا، أكيد بفترات زمنية مختلفة. فرجع الشعب، رجع قسم من الشعب مع زروبابل، وبنيوا أول شيء مذبح وقدموا ذبائح للرب. من بعدها أعادوا بناء الهيكل. بعدين عزرا بيقود الشعب للتوبة والتجديد الروحي والعيش بقداسة، وبيصلي صلاة كثير حلوة. ونحميا شو رجع عمل؟ بنى سور المدينة. فمن هذه القصة منشوف إنه الشعب وقع بالخطية، وقع بالفساد، وقع بالعصيان، ضيع هويته. فلازم ننتبه، لأنه لو نعتبر حالنا مؤمنين بس إذا عايشين بالخطية رح نخسر هويتنا، رح نحس إنه ضايعين، إنه حياتنا عم توقع. مثل ما الشعب كان تحت السبي، أوقات قلبنا بيكون تحت السبي، صح؟ فهل في هويات أخرى أنا تبنيتها؟ هل هويتي بالمسيح انمزجت بهويات تانية ضاعت؟ الله بده اياك تعيش هويتك بشكل صح، مش بهوية مشوهة، مش أنت وفاقد هويتك. مثل ما تدخل مع شعبه واسترد هوية شعبه ونبه قلوب الملوك، الله بده يساعدك تسترد هويتك، لأنه هويتك أصلاً هي فيه. بس نحن علينا نعمل خطوة تجاه هذا الموضوع. أول شيء الشعب شو عمل؟ بنى المذبح. فرجع التواصل بين الشعب وبين الله، رجعت العلاقة بين الشعب وبين الله. وقت سفينة ضيع بنص البحر، وهي منا عارفة الإحداثيات تبعها هي وين بالبحر، لنقول قبل التكنولوجيا، كيف كانوا يرجعوا يقدروا يجوا على الشط بأمان؟ كانوا يتصلوا بفرق الإنقاذ اللي على الشط، صح؟ كانوا يطلبوا أو يبعثوا رسالة نجدة، رسالة استغاثة، ساعدونا نحن ضايعين. فنفس الشيء نرجع نبني هالهيكل، سوري، هالمذبح بحياتنا. رجع تواصل مع الله، نبعث رسالة استغاثة، يا رب ساعدنا نحن ضايعين، ما بعرف وين نحن، بأي بحر، قل له انقذني، استردني. أوقات بقول إنه أنا مؤمن وأنا بصلي وكل يوم بعمل خلوتي، بس سؤال مهم، هل أنت متأكد من تواصلك مع الله؟ هل هو تواصل حقيقي من دوافع حقيقية إنك أنت بتعشق هذا الوقت مع الرب الصبح، أو بس لأن أنا مؤمن وواجب أعمل هول الأشياء؟ هل تواصلي حقيقي مع الله؟ هل عم بسمع صوته بحياتي؟ هل فعلاً بقدر ميز صوته؟ سؤال أهم، هل بعدني مهتم إني أسمع صوته؟ مثل ما عزرا صلى صلاة التوبة وقاد الشعب ليعيشوا بقداسة، هل في توبة مستمرة بحياتي؟ أو خلص أنا مطمن بالي، رواء، أنا مؤمن، مش بحاجة.
هل في توبة حقيقية بحياتي كل يوم؟ تاني شيء عملوا الشعب من بعد ما بني المذبح، شو رجعوا بنيوا؟ رجعوا رمموا الهيكل. فالله رجع وسط شعبه الهيكل، يعني الله يسكن وسط شعبه، حاضر وسط شعبه. طبعا هلأ بالعهد الجديد مين الهيكل؟ بيقول نحن الهيكل، الله يسكن فينا، الروح القدس بيسكن فينا. حلو نسأل حالنا شو وضعه هالهيكل اليوم؟ اسأل حالك كل الأسئلة، هل هالهيكل مدمر؟ الهيكل مجروح؟ مكسور؟ يمكن أغلبيتنا فينا نتفق هالهيكل مشغول بمسؤوليات، ما عنده وقت ولا مساحة لله. مشغول بمسؤوليات، ملتهي وضايع بمشاكل، ملتهي بالشر، ملتهي بالانتقام. لا أنا اللي بقوله صح، يي ما رح أترك له هالكلمة، هو يقول أنا بدي أطلع من الموقف، أنا اللي معي حق. اشترك مساحة بهذا الهيكل لحضور الله. جابني هالهيكل، رمم هالهيكل، هيئ مكان لحضور الله بحياتك، اطلب حضوره يرمم المكان، يرمم قلبك، يرمم حياتك. شو رجعوا عملوا شعب الله؟ كرمال ما ترجع توقع المدينة، رجعوا عمروا سور حوالي المدينة. كرمال ما ترجع تفقد هويتك، حصن حياتك، حصن حياتك وحمي قلبك وفكرك ومشاعرك ونفسك. حصن حياتك بأقوى سلاح ممكن تحصل عليه، اللي هو كلمة الله، الكتاب المقدس. هالسلاح مش لتدمر غيرك ولا تنتقد غيرك أو تدمر الآخر، ولكن بيحفظ حياتك أنت من الدمار. لأن حياتك بتتدمر وقت هويتك بتتدمر. بليز ما تفهموني غلط، مش إذا بحط الكتاب المقدس حد قبل ما نام هذا بيحمي لي حياتي، لا، أنا قصدي نتغذى من كلمة الله، هيك بحصن حياتي. إذا أنت مختبر الولادة الثانية مع المسيح وبتعرف قيمتك بالمسيح وهويتك بالمسيح، بتعرف إنه قيمتك بمحبته لإلك، مش بإنجازاتك، مش بشهاداتك، مش بمصرياتك ولا شغلك، حتى مش بخدمتك. قيمتك وهويتك بالمسيح، في المسيح، بمحبته لإلك. مش كافي بس تعرف هذا الشيء، إذا بتعرف هذا الشيء منيح، بس مش كافي. علون هيدي الهوية على حياتك، أقر بهيدي الهوية على حياتك، اعترف بهالهوية، عيش هالهوية. مش كافي بس نعرف. إذا منرجع للقصة اللي شاركتها معكم عن هول الشباب، من بعد ما قال الشاب، من بعد ما صرنا بلا هوية بلا شيء، العائلة اللي كنا نشتغل عندها ما تركتنا وسط الصعاب، عملونا كأفراد من العائلة، بلشنا نشعر بالانتماء الحقيقي لألهم، ورغم أنه ما كنا قرايب بالدم ولا بتوصلنا ولا صلة عائلية، ولكن الروابط اللي جمعتنا كانت أقوى بكتير وبعدها لهلأ. مع مرور الوقت قررت العائلة تحتضننا وأمنت لقلنا هويات جديد، أنا وخيي كيف بالتبني. أخيراً حصلت على هوية جديدة بتحمل اسم هيدي العيلة الجديدة، فصارت هيدي العيلة عيلتنا، وصار عنا أهل وإخوة نحبهم كتير، وعلاقاتنا واللي بيربطنا مع بعض أسمى من أي علاقات عيال لحم ودم أو علاقات بشرية. من بعد ما فقدوا الشباب هوياتهم صار عندهم هوية جديدة بالتبني، لأنه هالعائلة تبنت هول الشباب. نفس الشيء نحن، نحن فقدنا هويتنا بخطايانا، بعصياننا لله، بتمردنا لإله تجاهه. ما بعرف إذا بتعرف هيدي الحقيقة، ولكن الله تبنينا وأعطانا هوية جديدة بالمسيح يسوع ربنا، وصرنا كأن نحن حاملين اسم هيدي العيلة الجديدة. وإذا أنت بتعرف هيدي الحقيقة، السؤال المهم لإلك،
هل أنت مخلص لهويتك الجديدة؟ هل أنت مخلص لهويتك الجديدة؟ لأن ما فيك تعيش بهويتين. وقتا نروح نحن على دائرة النفوس، شو بيعملوا بالهوية القديمة وقتا ما نجددها؟ ما فيها تضل موجودة، صح؟ فما فيك تعيش بهويتين، لازم تترك هويتك القديمة وتتحد بالمسيح اللي فيه مننال هويتنا الجديدة. فالموجود هون نحن بننتمي لعائلة جديدة، صح؟ اللي بيجمعنا مش روابط بشرية، ولكن اللي بيجمعنا هو أسمى بكتير. نحن أولاد الله، المسيح بيجمعنا بوحدنا. أمين؟ فراجع نفسك حسب أي هوية عايش، لأي عالم تنتمي. الكتاب المقدس شو بيقول؟ نحن خليقة جديدة في المسيح، نحن جنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة وشعب اقتناء. وإذا نحن منقبله أعطانا سلطان أن نصير أولاد الله. فأوقات منعيش حياتنا نحن ونسين نحن مين ونحن لمين. ما تعيش موجود ومش موجود، كون موجود بهويتك بالمسيح اللي ما بتشبه ولا هوية بالعالم. تميز وسط مجتمعك، عيش هويتك لتكون مختلف عن الآخر، لتأثر بالآخر. عيش حياتكون موجود مؤثر. غمض عيونك معي هلأ وخلونا نقضي وقت نكون عم نصلي مع بعض. ما تركز على اللي حدك ولا شو في عم بيصير حواليك، ولكن غمض عيونك وركز على الله. هلأ وقت إنك ترجع تتواصل معه. ما بعرف أنت وين هلأ بحياتك، ما بعرف شو صار بهويتك، ولكن الرب اليوم عم بيقلك قوم بني المذبح، تواصل معي، قوم بني بيتي، قوم بني هيكلي، حصن حياتك على كلمتي، قوم. هلأ وقت تصرخ للرب صرخة نجدة، قل له بدي أرجع أتواصل معك، بدي أحكي معك، بدي إياك تكون حاضر بحياتي، بدي كلمتك تعشش جواتي. قل له يا رب أنا تعبت من كل الخطايا اللي عم تسبي قلبي، تعبت من الضياع، تعبت من الشر اللي حولي، يا رب ضيعت نفسي. توب أمام الرب عن كل لحظة ما عشت فيها كابن، ما عشت هويتك الحقيقية. قل له أنا ضايع، ما بعرف أي بحر بتلعني وقطع أنفاسي، ردني على الشط. قل له ردني على الشط، علون هالهوية هالحقيقة على حياتك. قول أنا ابن، أنا بنت الملك، نحن جنس مختار وكهنوت ملوكي، نحن أمة مقدسة شعب اقتناء، الرب افتداني وخلصني من جب الهلاك، حررني من عبودية الخطية وأعطاني حياة أبدية وحياة منتصرة بقيامته. علون هالهوية، عيش هالهوية، كون موجود، كون مميز وسط عالم مشوه هويته. نحن عم نرنم هالترنيمة، قل له يا رب اشتقت لك بحياتي، اشتقت اتواصل معك، اشتقت لعملك بحياتي، يعنيها من قلبك. قل له يا رب انهضني، انفضني من فوق لتحت. قل له انا محتاج، محتاج لك يا رب، محتاج للمسة قوية منك اليوم. تعا واسبي قلبي يا يسوع، تعا وحيي كل عظامي يا روح الله، تعا واملأ كياني. قل له آتي إليك فانهضني يا سيدي الحبيب. نتابع صلاتنا نحن ومرنم. يا سيدي الحبيب، يا نور عمري،
آتي إليك يا ربي فانهم. آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي. آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي. محتاج إليك يا ربي، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. بحبك العجيب انهب قلبي، فأشبع قلبك بصدق حبي. تعال برعش بكل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعال برعش في كل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعال جدد كل أحزاني، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. امين. لك كل المجد، لك كل الحمد يسوع. هللويا. خلينا نوقف مع بعضنا البعض، نقول له هيا نهتف امام الرب، نرفع اصوات الحمد، نعلن مجده في كل الارض. يسوع له كل المجد. امين. Let's go.
الترنيم لك يستحق يا رب. هللويا.